قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الكافر يعرف ربه وقت الشدة ثم يعود إلى ما كان عليه من الكفر والمكر. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الآية: إذا أذقنا الناس رحمة أي رخاء ونعمة من بعد ضراء مستهم من بعد شدة وقعت بهم، وإذا بهم بدل أن يبقون محافظين على طاعتهم لله مستشعرين أنه هو الذي ينبغي أن يطاع، وإذا بهم يمكرون في آيات الله أي يبعدون الناس عن طاعة الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول لهم: قل الله أسرع مكرا، أي أنتم تمكرون بأنفسكم، لأنكم عندما تخالفون أمر الله وتفسدون في الأرض فيعود أمر هذا الفساد عليكم وعلى مجتمعكم وعلى اقتصادكم وعلى أوضاعكم، ثم مكركم هذا بخروجكم عن أمر الله تكتبه الملائكة عليكم وستسألون عنه يوم القيامة. إن رسولنا أي الملائكة يكتبون ما تمكرون. وينسى الناس أن الله سبحانه وتعالى هو المسير لكل شيء، لا يستشعرون الشدة إلا بعد عند نزولها، وينبغي أن يعرفوا أن الأمور بيد الله فيمتثلوا أمر الله حتى يصيبهم الخير من الله تبارك وتعالى. لذلك يقول الله في الآية التالية: هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم أي كل تصرفاتكم وكل ما يحصل لكم وكل ما يقع بكم، سواء كنتم في البر تركبون الدواب بأشكالها وأنواعها المختلفة أو في البحر من وسائط النقل في البحر في السفن، حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن وجرينا بهم بريح طيبة، ريح هادئة جيدة توصلهم إلى أهدافهم وفرحوا بها سروا لأن الأمور تسير على ما يريدون، جاءتها ريح عاصف. كل ريح في القرآن معناها فيها شدة وعذاب، والرياح الرياح لواقح بشرا بين يدي رحمته، فهنا ريح عاصف أي ريح شديدة تضرب موج البحر من كل مكان فيضربهم الماء ويكاد يدخل إليهم في السفينة فيغرقهم. عند ذلك يعتقدون بعد هذه الشدة وهياج البحر يعتقدون أنهم أحيط بهم أي سيهلكون، وظنوا أنهم أحيط بهم. في تلك اللحظة يعرفون ربهم دعوا الله مخلصين له الدين من قلب مؤمن بأن الأمور بيد الله، فيطلبون أن يزيل هذا الأمر وهذه الشدائد عنهم. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ما معنى الشاكرين؟ والحمد لله كل الكفار والحمد لله والله بحطوه على جنب. لا، وقت الشدة يعرفون أن سنكون من الشاكرين أي من المطيعين لك يا الله، لأن الطاعة لك هي تسبب لنا الخير، أيقنوا بهذا.
لنكونن من الشاكرين، أي من المطيعين. فلما أنجاهم استجاب لهم الله وأنجاهم من هذه الشدة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، البغي تجاوز الحدود، يبغي بعضهم على بعض، يخرجون عن أمر الله من أجل أن يتسلط هذا على هذا ويستفرد هذا بهذا، أسأل الله العافية. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، عندما تتجاوزوا حدود الله فيتسلط بعضكم على بعض، فهذا البغي والظلم يعود عليكم أنتم قبل غيركم بالضرر والفساد، فيفسد المجتمع ويفسد الاقتصاد وتفسد العلاقات الاجتماعية. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني الباغي والمبغي عليه قد يرضى بهذا البغي. بعض الناس يقولون ليش في بنا أحسن من هيك حال، ما يظن أن هذا الإنسان يصل إلى شهواته صحيح، ولكن المجتمع كله في ظلم وشدة، لا يأمن الإنسان على نفسه في مجتمعات الفساد والتسلط، لا يدري متى يكون في بيته ومتى يؤخذ من بيته إلى سجون التعذيب، إلى أقبية التعذيب فيعذب، هذا لا يدري فيه كل الناس. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، تتمتعون بالدنيا ثم إلينا مرجعكم، ستعودون إلى الله وأعمالكم قد سطرتها الملائكة، ما في شيء يخفى على الله. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون، فنخبركم بأعمالكم ونحاسبكم عليها. وقد جرى معي في مثل هذه الحادثة، ولكن ليس في السفينة في البحر، إنما في سفينة الجو. كنا في الطائرة متجهين من القاهرة إلى دمشق من سنين عديدة، 30-40 سنة والله ما أذكر بالضبط، ولكن أذكر الحادث بدقة. وكان على يساري في الطائرة اثنان، أحدهما يقول الآخر ما في إله ولا في خالق ولا في شيء، كل هذه تعلمته أنت من نانتك. قال له يا أخي كيف ما في إله؟ من الذي يسير اللقمة في جوفك؟ من الذي يهضم الطعام؟ من الذي يحرك الكبد؟ قال بلا كلام فارغ بلا كذا. طيب نحن في هذه الحالة ونتناول طعام العشاء، وإذا بالطائرة تهوي، ليست جيوب هوائية، لأنه فوق البحر الأبيض المتوسط ما في جيوب هوائية فوق البحر، جيوب الهوائية تكون في المناطق الجبلية. هوت الطائرة ليس متر أو مترين، قل عشرات الأمتار. أيقن كل واحد منا أننا إلى هلاك، وإذا بهذا الذي يدعي أنه لا إله ويقول لجاره حاج أنت تسمع كلام من نانتك، وإذا به قبل غيره يقف على رجليه ويرفع يديه ويقول يا الله يا الله أنقذنا، يا الله أنجدنا. لماذا لم يعني يدعو الربان أو المضيفة أو كذا؟ لأنه يعلم أن الأمور بيد الله، يعلم علما يقينيا. من أين جاء الله؟ جاء الله من الواقع الحقيقة، الشدة التي أصابته نطق بما هو موجود ومطبوع في قلبه من الإيمان، الإيمان فطري. فلما بيرجع إلى البر تستقر السفينة يوم يومين ثلاثة بنسى الحادثة، وإذا به رجعت حليمة لعادتها القديمة، أسأل الله العافية، يعود إلى شركه وإلى ظلمه وإلى طاعة غير الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بقولك الثابت، وأن تنزع من مجتمعنا هؤلاء الذين يتسلطون، هؤلاء الطغاة الذين يتسلطون على الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.